السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح محاضرة دكتور عمر الفاكسين. هي محاضرة كلها هري كده، فهنتكلم عن المهم فيها والضروري. يعني أول حاجة الديسبنسنج أوف فاكسين، يعني الفاكسين، عملية تحضير الفاكسين. هي طبعا بتحضر في المصنع، وبعد كده بنقولها المستشفيات، الصيدلي بيستلمها ويخزنها وكده، فعن طريق حاجة اسمها كولد تشين. سلسلة اسمها إيه؟ كولد تشين. المخطط ده الخمس حلقات دول مهمين تعرفهم. يعني بص، تعرف فيهم إيه؟ إن المانيفاكتشرنج بيتم عن طريق مين؟ عن طريق إيه؟ المسؤول مانفكتشر. طب الديستريبيوشن بتاع الفاكسين بيتم عن طريق الديستريبيوتر، مهمة جدا. طب التلات خطوات بقى اللي بعد كده بيتم عن طريق مين؟ عن طريق البروفايدر، ماشي، اللي هو بقى ايه، هيوصل الكلام ده، اللي هم ايه، الفاكسين ديليفري وفاكسين ادمنستريشن وفاكسين ارايفل وكده، الحوارات دي، ماشي. يبقى اعرف ان المانفكتشر عن طريق المانفكتشر، الديستريبيوشن عن طريق الديستريبيوتر او المانفكتشر، التلات خطوات بعد كده عن طريق البروفايدر، ماشي. دي كده اول حاجة. طيب احنا قلنا العملية تصنيع الفاكسين اسمها كولد تشين، ماشي، اسمها كولد تشين، ماشي، او اسمها تمبريتشر كنترول سبلاي تشين. طيب قال لك ده بيتم، لازم يتم تخزينه عن درجة حرارة كويسة والكلام ده، عشان لو درجة حرارة ما سفعتوش هيبوظ. تمام تمام كده. طيب بعد كده بيقول لك لازم بقى، عشان لازم عشان تخلي الكولد تشين دي كويسة وتحقق افكت الكولد تشين، يبقى لازم يكون عندك ويل تريند ستاف، الاستورج والتمبريتشر يكونوا كويسين. لازم يكون حاجة اسمها انفنتوري مانجمنت. انفنتوري مانجمنت، انفنتوري مانجمنت دي عباره عن اداره تخزين الامصال. دي اداره بتعرفك، تقول لك ايه الامصال اللي باظت، ايه الامصال اللي لسه شغاله، ايه اللي كويس، وهكذا. تمام تمام كده. طيب عندنا حاجه اسمها ستاندرد اوبريتنج بروسيدورز، اللي هي الاس او بي اس. دي عن طريق خطوتين، انك بتعمل ايه، اول حاجه بتديفلوب، بتفولو وبتعمل ابديت الاس او بي اس ده انيوالي. عن طريق ايه؟ عن طريق الروتين اس او بي اس، وعن طريق ايمرجنسي اس او بي اس. روتين يعني انت الطريقه الروتينيه لتخزين الامصال. طيب ايمرجنسي اس او بي اس بقى، دي لو في مثلا حصل حاجه طارئه وكسر المصل او كده، هتعمل ايه؟ تمام، يبقى انت حاجه تعمل ديفلوب وفولو ابديت عن طريق الحاجتين دول. طيب لو انت عايز بقى تكيب الاس او بي اس نير ستورج، هتعمل ايه؟ لازم طبعا انت طالما خلاص عملت اس او بي اس دي وكتبت التعليمات في ورقه او كده، لازم تحطها جنب جنب مكان التخزين. يعني مثلا لو حطها في الثلاجه او كده، الامصال لازم جنب الثلاجه يكون في ورقه مكتوب عليها التعليمات دي. تمام، ايه هي بقى دي؟ بتعمل فيها ايه؟ تاكد على الستاف وير تو فايند الاس او بي اس، ماشي، اند اتس فاميليار ويز ذير كونتنتس، ماشي. المهم يعني مالهاش لازمه. تاني حاجه مهمه اللي تحتها دي، لازم يكون في ايه، مثلا كويس انك توفر واحد يكون عنده خبره ويلاحظ مثلا لو في اي تغير او مشكله يعرف يتصرف، ماشي، واحد من الامن او كده يعني. تمام. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه بقى بيقول لك الستاف تريننج اديوكيشن، لازم ايه، لازم تعرف الستاف وتعلمهم وتوعيهم وتكبرهم وكده يعني. عن طريق حاجه، عن طريق واحد يعني، طيب هنشوف الانجليزي، خليها في الانجليزي احسن عشان هو نفس الداتا. عن طريق واحد اسمه كوردينيتور، ماشي، كوردينيتور، وده النائب، وفي واحد بديله اسمه باك اب كوردينيتور، ماشي. ماشي، ودول اهم حاجه في تعرف الكوردينيتور والباك اب كوردينيتور، وبرضه توعي ايه، توعي الفريق كله. طيب تاني حاجه، فاكسين اوردرنج اند ديليفرز، بيقول لك الافضل انك كوندكت مانثلي فاكسين. يعني عشان ايه؟ عشان تتجنب الاوفر ستوكينج. تمام، كوندكت مانثلي فاكسين عشان تتجنب الاوفر ستوكينج، يعني ما تخزنش الفاكسين عندك، عشان الفاكسين لو اتخزنت لمده طويله او كده بتبوظ ويحصل لها مشكله. فانت ايه، تتجنب كده انك كل شهر تستلم طلبيه من الفاكسين، ماشي. طيب لو في بقى حاجات، لو في مثلا حاجه باظت او حصل حاجه، قال لك لازم تحط ليبل على الفاكسين دي، تقول لي دونت يوز، دونت يوز. طيب لو حصل مثلا فاكسينز اتخزنت اندر ان ابروبريت كونديشنز، افصلها عن اي فاكسين اخرى، ماشي. لو حصل مثلا، لازم ايه، يكون في اميونيزيشن بروجرام، متعرف وتوعي وتكبر والكلام ده. طيب دي تاني حاجه. تاني حاجه اسمها فاكسين ستورج، دي مهم قوي، هنا مهم جدا بقى ايه الايكويبمنت اللي انا هخزن فيها الفاكسين. قال لك والله عندك ثلاجه وفريزر، ماشي، الثلاجه وفريزر، الفريزر والريفريجيتور، الاثنين دول ممكن يكونوا انواع، يا اما يكون بيربوس بيلت، يعني اصلا مبنيه خصيصا للفاكسين، ودي حاجه الفيرست تشويس، يا اما يكون هاوس هولد، يعني مثلا ثلاجه اللي في البيت او فريزر اللي في البيت، ماشي. والسي دي سي بتريكومند الايه، البيربز بيلت اكيد يعني. تمام، وفي عندك معلومه هنا كريتيف جدا ومهمه جدا، لو هتخزن الامصار في الفريزر لازم درجه حراره 28، لكن لو هتخزنها في الفريزر يبقى 50 ل 15، وطبعا هاري مالكوش دعوه بيه اصلا، مكتوب غلط، فهنركز في اللي بعدها في الانجليزي، في الانجليش، ماشي. بيقول لك بقى لو هتخزن الامصار في الفريزر يبقى من درجه حراره سالب 50 سالب 15، لو هتخزنها في الريفريجيتور
في التلاجة العادية يبقى من 2 درجة لتمانية درجة سلسيوس، تمام دي مهمة. في الفريزر من 50 لخمستاشر، في التلاجة العادية من 2 لتمانية درجة سلسيوس. طيب بعد كده ده كله هري، بيقول لك ان الـCDC جددت، كان الاول بيعملوا درجة حرارة التخزين ما بين 35 فهرنهايت ل 46، قالك لا هنشيل 35 دي نخليها 36 احسن، ماشي، يبقى بقى ما بين 36 لنفس الرقم 46. طيب درجة حرارة السيليزيوزية، السيليزيوزية لا ما جمش جنب جنبها، ما جمش ايه، ما جمش جنبها، آه عادي اتعاملوا معاها عادي، ما هي ما بين 2 ل 8 درجه سيلسيوس، هم غيروا في الفهرنهايت بس، بدل ما كان 35 خلوه ايه، خلوه 36، تمام كده تمام. لكن السيليزوزيه ما عملوش فيها حاجه، تمام. طيب بيقول لك برضو خلي بالك ان لو الفاكسين دي حصل لها مشكله او التخزين طلع غلط، الفاكسين باظت، ده مش هيكون ايه، مش هيأثر على الفاكسين، مش نوتقولي نوتقولي ان فاكسين اند ريبليسمنت بتاعها بس، ده مش كده بس، ده هيكون فيري كوستلي، مش على الفاكسين بس، ده هيكون على كمان ايه، على نفسيه الاستاف، بات اولسو على ايه، على ستاف ريسورس اند كونفيدنس، هيكون الاستاف ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش اندبندنس، ما عندوش اعتماد على نفسه، هيشك بعد كده من اي حاجه يعملها، فلازم لما يجي يخزن يكون خزن بطريقه صحيحه، عشان نوت اونلي الفاكسين اند ريبليسمنت بات اولسو ان ستاف ريسورس اند ايه كونفيدنس كومبيتيشن، ماشي. بيقول لك طب ايه هي بقى الاكوبمنت اللي احنا لسه سائلين، لو فريزر او فريجيتور، خلي بالك بيقول في معلومه مهمه هنا، لو انت عندك ثلاجه بفريزر في البيت ماشي، يبقى انت ايه، يبقى انت ما تخزنش في الفريزر، وخزن في الريفريجيتور، الريفريجيتور فاكسين اونلي. طيب ما ينفعش مثلا لو هتخزن انت في الريفريجيتور، ما ينفعش تخزن ايه، دورميتوري ستايل دي ولا ايه، اور بار ستايل، يعني مثلا عموديا او راسيا، مش عارف هي مكتوبه في عربي كده، استنى هوريها لكم. بيقول لك لو هتخزن مش عارف هي مهم يعني، دورميتوري ستايل اهي، دي واضحه عندكم اهي، ماشي، يعني بيكونوا ايه، بيكونوا يعني ما ينفعش تخزن دورميتوري ستايل او بار ستايل، ماشي، هتعرف تخزن ازاي دلوقتي. طيب يبقى انت لو عندك تلاجة بفريزر، بيقول لك لو في اكويبمنت هاوس، بص انت كشف هنا دي مهمة دي، لو فيها وصلت كومباينيشن يعني معاها فيها ريفريجيتور وفريزر، يوز اونلي ريفريجيتور كومبارتمنت فور ستورنج فاكسين، يبقى ما استخدمش الفريزر، ماشي، سيب الفريزر ده الفراخ والمجمدات وكده، استخدم الايه، استخدم الريفريجيتور، تمام. طيب بعد كده بقى عندك ايه، ده هو اللي بنقول عليه، ده البيربز بيلت اللي هي سي دي سي بت ايه بتريكومندو. طيب عندك لو فيها هاوس هولد كومباينيشن ثلاجه بفريزر، لو احنا قلنا سيب الفريزر للمجمدات والحاجات دي، ثانيه واحده، ماشي، هنسيب الريفريجيتور للمجمدات والحاجات دي، وهن ايه، وهنخزن في هنسيب الفريزر للمجمدات وهنخزن في الريفريجيتور. طيب ما ينفعش تخزن ايه، ترمتري ستايل زي ما قلنا. طيب ماشي، بعد كده عندك بقى ايه، تمبريتشر مونيتورنج ايكويبمنت، دي بقى بيكون حاجه جميله كده محطوطه جنب ال بتوفرك ايه، بتوفرك ديجيتال داتا دي دي ال، ماشي، بيكون عباره ايه، دي دي ال يعني ديجيتال داتا لوجرز، بتديك مثلا التمبريتشر اللي شغال دلوقتي عن طريق كاليبريشن ريزلتنج، يعني بتعمل ايه، ريبورت اوف كاليبريشن زي كاليبريشن كيرف كده، ايه مميزها، بتديك مثلا الارم لو حصل ايه، اوت اوف رينج تمبريتشر، لو حصل مثلا انحراف على درجه معينه بتديك الارم. طيب لو حصل مثلا انخفاض في البطاريه هتديك انديكيتور. طيب اي حصل اي مشكله انديكيتور، بتقول لك مثلا ايه درجه حراره التخزين بتاعتها، بيكون يا اما نص درجه سيلسيوس اللي هي واحد ايه، واحد فهرنهايت، ماشي، تمام. بيقول لك ان كمان جهاز يقدر يقيس بكفاءه عاليه بتوصل لدقته، بحيث يكون نسبه الخطا بتوصل من موجب نص، موجب زائد نص، يعني دي اللي احنا بنتكلم على النقطه دي اللي هي دي الكومبريد انسرتين، يعني نسبه هو بيقيس بدقه عاليه لدرجه تصل لايه، يا اما موجب لسالب نص، مهمه، ماشي. يبقى تمبريتشر مونيتورنج ايكويبمنت ده مهم في ايه، هو عباره عن دي دي ال يعني ديجيتال داتا لوجر، بيعملها عن طريق كاليبريشن كيرف، بيديك انديكيشن على درجه الحراره اللي شغاله دلوقتي، لو حصل اي انحراف بيديك تنبيه، لو حصل اي حرف في البطاريه بيديك تنبيه، معدل الانحراف بتاعه معدل خطا من موجب لسالب نص، ده اللي تعرفه عنها، تمام. طيب انت عايز تعمل تمبريتشر مونيتورنج، طب دلوقتي انت عرفت مثلا بيقول لك احسن حاجه انك تعمل ايه، تسجل درجه حراره التمبريتشر اوف مينيمم 2 تايمز، لو هتيجي اول اليوم وبعدين ايه وانت ماشي، وانت مروح سجل درجه حراره وتكتب جنب الثلاجه، ماشي. طب افرض مثلا في مره اف تمبريتشر ريدنج از ميست، يعني مثلا نسيت تسجل، سيب العلامه بتاعته انتري بلانك، يعني فاضيه مثلا ما تحطش مكانها. انت طبعا بيكون عندك جدول كده زي ما انت شايف كده على صوره الست اللي بتسجل دي، بيكون مثلا في جدول، فانت ايه عندك جدول صباحا ومساء بتسجل. صوتي يا جماعه عشان بسجل، ها
عندك صباحا ومساء بيسجل. طب مثلا لو انت نسيت في مره، سيب مكانها ايه، سيب مكانها فاضي، بيقول لك كيب اون جوينج فايل اوف تمبريتشر داتا. اه الفايل ده بقى اهو لازم زي يكون ايه 4 3 4 3 ايه 4 3 years. بيقول لك keep ongoing file of temperature data including hard copies and electronic data for 3 years. طبعا ان الامصار لو عشان لو عشت كده، ما بيقول لك اهو لازم تتاكد من سلامه الجهاز كل سنه. وبيقول لك تحتفظ يعني بالملف ده لمدة ايه، لمدة 3 سنين، عشان مثلا لو حصل شكوى حد تعب من المصل ده، تعرف ايه المشكلة، مشكلة كانت في التخزين او درجة الحرارة او كده، تعرف ترجع له يعني. تمام. يبقى ده المهم، مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل وانت ماشي. لو في حاجة انت معرفتش تسجلها يبقى بتاع ده مكانها فاضي. لازم يكون ملف تسيبه لمدة 3 سنين عشان لو في مشكلة في الأمصال. برضو طبعا الجهاز اللي هو الدي دي ال ده، اللي هو الجهاز اللي بيتابع الحرارة، لازم تعمله تشيك كده كل ايه، مرة كل مثلا كل أسبوع. ماشي. بيقول لك أهو ريفيو الكترونيك تمبريتشر داتا ات ليست 1 تايم اتش ويك، يعني تشيك كده كل أسبوع عشان لو في مثلا مشكلة أو بايظ أو كده يعني. تمام. بيقول لك خصم الزيرو ده ان هو بيتشبع على درجه الحراره، كان بيدي تنبيه في درجه الحراره، خلاص كلام معروف. تمام. طيب هنيجي بعد كده بقى على ايه، على بسم الله الفاكسين اند ديلوانت بليسمنت اند ليبلنج. دلوقتي انت خلاص ايه، جبت هتحط الفاكسين استلمتها وعايز تحطها، هتعمل ايه؟ قال لك والله بص، الفاكسين لازم تبعدها عن الجدران، يعني مثلا عن بيبان التلاجة، ولازم تبعدها يعني مثلا عن التوب والفلور، لا تخزنها فوق قوي ولا تحت قوي. ماشي. ولازم تبعدها عن ايه دي كده مهم حاجة، لا تخزنها في البيبان ولا تخزنها فوق ولا تحت قوي. برضو الفاكسين والديلونت لازم تحطهم في اوريجينال باكينج. ماشي. يعني ازازات عادية. ماشي. ولازم الديلونت مع الفاكسين بتاع حوارات كده مالهاش لازمه، بس ايه تعرف ان لو مهمه جدا دي. لو هتحطها في الباب، فلازم يكون في مسافه بين الباب وبين الفاكسين، مسافه 2 3 انشز. لا معلش، دي مسافه 2 3 انشز بين كل فاكسين والتاني. ماشي. يعني بيقول لك لازم تسيب مسافه 2 3 انشز. لو نفس الايه، لو نفس طيب من الفاكسين اند الوينت، تسيب مسافه. وبرضه بيقول لك في هنا بيقول لك ستور بيدياتريك وادلت واللوك لايك دول. دي بيقول لك لو في مثلا بيدياتريك او حاجات شبه بعض كده في الشكل او في الاسم، تحطهم في ايه، في ديفرنت شيلفز سهله. طيب بيقول لك الفاكسين دلوقتي مي كونتين فاكسين. بيقول لك مهمه جدا بقى، دونت ستور فاكسين اندور او فيجيتابل او فروت دروور، يعني ما تحطهمش مع الاكل. وما ينفعش تحطهم ايه، دونت فريز دلوقتي، الدلوقتي اللي بيحل الفاكسين ده ما ينفعش تجمد. تمام. حاجه كمان بيبقى دونت يوز مالتي اوتليت باور الفيشه، ما تحطش حاجه مع الفيشه، هي فيشه التلاجة تكون فيشه واحده بس، ما يكونش حاجه معاها. برضو نفس الموضوع، فيشه واحده بس. يعني ما تحطش فيها تانية معاها عشان ما تقللش الطاقة اللي داخل على التلاجة فتبوظ التمبريتشر. بلاج اونلي وان يونت، اهي احنا قلنا ايه، اوتليت يعني هي بس فيشه واحدة فقط. لازم تكون في تمبريتشر اقل. ليبر سيركت عارفينها. ماشي. بيقول لك لو في مثلا سامبلز تانية بيولوجية عايز تحطها، لا تخزنها بلو 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 تحت الفاكسين، فوق الفاكسين. وبرده شد الفود والحاجات الساقعة والكرتون كمان، والكرتون خلي بالك، ولو في مثلا كراتين او كده، شود نيفر ستورد ايه ان ذا سيم يونت، زي يونت اوف فاكسين. تمام. لازم تتجنب تخزين. يبقى ملخص الحتة دي كلها ايه، ملخص الهري ده كله ايه، انك لو في ابعد عن الفاكسين لو يكون في ابر او في اللور، ابعد عن الفاكسين ان هو يكون في البيبان خالص. لو في فاكسينين من نفس النوع، ابعدهم عن بعض 3 انشز. لو في فاكسين ما ينفعش تحطه مع الاكل والشرب والكراتين، الفاكسين اللي هتحطه في الثلاجه او تحطه في اي جهاز او جهاز التخزين بتاعه ده، لازم لو هتوصل الفيشه تكون ايه، هي بس ايه، بلاج يونت دايركتلي انتو وول. ماشي. يعني ما ينفعش تحط معاها مالتي اوتلت باور، لازم تكون فيشة، ما هي فيشة واحدة بس، ما فيهاش مشترك او في كذا فيشة وكده. ماشي. وهي بس فيشة بس تحطها. تمام كده. تمام. طيب موضوع الصلاحية على الفاكسين، بيقول لك بص دلوقتي انت ركز كده هنا، زي احنا ركز كده على بتاع دي هتفهمك الدنيا. بص لو هو كتب لك كده بالفاكسين زي ما انا شايف على القلب دي كده، لو كتب لك 8 16، هي فين؟
لو كتبك 8 16 17 كده يعني دي بتكون ايه، دي بتكون الاخيره دي بتكون هي التاريخ ماشي. لو كتبك 8 16 17 يعني هو معمول بيقول لك يعني نوت يوز ثرو اوجست 17 اوجست 16 يعني اخرك اخرك تستخدمه ايه، يعني انت تستخدمه يوم 16 عادي، لكن في اليوم 17 مش هتستخدمه ولا تستخدمه بعد 17، يعني انت اخرك خالص ايه لو هو معمول يوم 8 اخرك خالص يوم 16 في الشهر، بعد كده ما ينفعش تستخدمه ارميه. طيب لكن لو كتبها لك كده لا دي 8 الف ودي تاريخ 8 2017 يبقى كده مقصود بيها ايه، هو معمول من شهر 8 2017 يبقى انت عادي تستخدمه لحد اخر يوم في الشهر. طب ده اللي هو شهر اغسطس ماشي، فانت من اول 8 لحد اخر يوم في 8 ينفع تستخدمه، لكن لو حدد لك يوم في النص يبقى ده معنى كده ان هو معمول في اول 8 والماكسيمم بتاعك اليوم اللي مكتوب ده تمام. يبقى خلي بالك من الصيغتين دول، من الصيغه دي والصيغه دي معناها ايه، معناها انك تستخدمه من اول يوم في 8 عادي اخرك ليوم 16، ما ينفعش تستخدمه في 17 او اليوم اللي بعده. طب لو عمل لك الصيغه دي لا يبقى انت تستخدمه من اول يوم في 8 لحد اخر يوم في 8 في الشهر تمام. طيب في بقى حاجه اسمها اكسبشن، يعني مثلا دلوقتي في حاجه اسمها ريجونستيشن ويز اباين دي يوز ديت اور تايم، وفي حاجه اسمها مالتيبل فيال ويز بي يو دي، وحاجه اسمها فيكتشر شوردنت اكسبيريشن ديت. دي بيكون اكسبشنز بقى ممكن انت تستثني منها القاعده العامه اللي احنا لسه قايلينها في موضوع الايه التاريخ ده. يعني مثلا دلوقتي انت حليت عملت ريجونستيشن يعني مثلا ايه باين دي يوز ديت اور تايم في غير ميعاد الاستخدام، يعني مثلا حليته ماشي وما استخدمتوش في نفس اليوم فلا ده ترميه خلاص، انت لازم هتحل الاستخدام على طول. مالتي لو في حاجه اسمها مالتي دوس، مالتي دوس فايل ده بيبقى طريقه صلاحيته الثانيه، والشورت اندكس هنعرف دلوقتي هنعرفهم مقصود بيهم ايه تمام. هنا بقى في الجدول ده بيوضح لك ايه، بيوضح لك الاستثناءات دي. هي الاستثناءات بيقول لك اول حاجه احنا سائلين الريكونستيتيوشن دي تمام. طيب بيقول لك انت اصلا انت احفظ الجمله دي مهمه جدا، once a vaccine is reconstituted the clock is ticking. يعني ايه بقى، يعني انت اول ما تحل الفاكسين كده انت ايه في خطر لازم تستخدمه على حسب بقى العبوه. فبيقول لك عشان كده the package insert will indicate beyond use time or date اللي فيها مسمى البي يو دي، يعني الصلاحيه بقى هيتحدد على حسب ايه، على حسب استقرار المصل ده. المهم فبيقول لك في بعض الامصال اللي هي سنجل دوز دي ممكن تكون 30 مينت 30 مينت او 8 اورز او 24 اورز، لكن لو مالتي دوز بقى حاجه طويله ممكن تمتد ايه، تمتد الايام. ده الاكسبشن بتاعه. طيب تاني تاني حاجه في الاكسبشنز يعني اللي هي ايه قلناها على مالتي دوز، بيقول لك اكسبيريشن اكسبيريشن ديت مي تشينج فور مالتي دوز فيال وانس اتس اوبن ماشي. يعني انت مالتي دوز فيال دي يعني ايه في حاجه جرعه، فانت ممكن تاريخ صلاحيه ده على حسب عدد الجرعات. بيقول مثلا there are some influenza vaccines that must be used within 28 days once the vial is punctured. يعني في 28 days دي يعني ايه اللي هي مالتي دوز فاكسين، فانت مثلا اول ما فتحت المصل هيدني صالح معاك لسه هنا فوق لمده 28 ايه 28 days. بس اعرف بس ان expiration date بيختلف لو كان مالتي دوز فيال عن ايه عن سنجل دوز. احنا قلنا سنجل دوز ممكن يكون نص ساعه 8 ساعات يوم، لكن لو مالتي دوز هيبقى يومين او 28 ايه 28 يوم 28 يوم 28 days شهر يعني. بيقول اكسبريشن من يكوير اف ذا ريس تمبريتشر لو مثلا حصل انحراف عن درجه الحراره الطبيعيه فهيحصل ايه، هيختلف درجه حراره الاكسبريشن ديت. عشان كده لازم تكلم المسؤولين وايه وتعرفهم وتعرف لهم الاكسبريشن ديت وتكون على تواصل معاهم عشان ما يحصلش مشكله تمام. طيب بيقول لك there is one another precaution that doesn't relate directly to the date. ايه هو بقى؟ بيقول لك الباكج انسيرت will likely indicate the number of doses that might be taken from بيقول لك once that number of doses is withdrawn. بيقول لك هنا بقى لو انت مثلا عدد الجرعات سحبتها من المالتي دوز فيال خلاص بقى ارمي الفيال ده. يعني مثلا دي بيكون كل فيال من المالتي دوز بيكون متحدد عليها عدد الجرعات اللي انت هتسحبها منه، مثلا 5 جرعات هتسحبها. طب انت جيت سحبت 5 جرعات وبقى عندك شويه كده في المصل، لا ارميها ولا تستخدمها ابدا اطلاقا، عشان كده هيكون اكسبيريشن ديت هازنت بين ريتشد. حتى لو ايه اكسبيريشن ديت هازنت بين ريتشد، انت بس اهم حاجه تخلص ايه، تخلص الجرعات خلصت وحتى لسه في اكسبيريشن ديت فلا ارمي الجرعه ماشي. طيب الفاكسين ترانسبورت عايزين بقى الفاكسين، بيقول لك مش ريكومندد انك تنقل فاكسين، لكن لو انت مضطر خلاص انقله ايه
لازم تخلي بالك وانت بتنقله. لازم يكون ايه اسمه لازم وانت بتنقله يكون في محطوط في ريفريجيتور في ثلاجه، تحافظ على ايه، على الطقس بتاعه، على درجه حرارته. وبرده خلي بالك لو هتنقله يبقى يكون الماكسيمم الطريق يعني اللي هتنقل فيه 8 ساعات. 8 ايه، 8 ساعات. بيقول لك برده خلي بالك انت هتحطه ما تحطوش في الترانك بتاع العربيه، لا احطه في الكابينه في الباسنجر كومبارتمنت، تحطه في الكابينه ما تحطوش في الترانك ورا، ما تحطوش في العربية في الشنطة بتاعت العربية عشان ما يتكسرش او يحصل له حاجة، تمام؟ حطه في الباسنجر كومبارتمنت، ما تحطوش في الترانك، حطه في الكابين، ما تحطوش في الشنطة. طيب دلوقتي هو ايه، انت وصلت الاستاف، بيقولك لازم تخزنهم بقى. خلاص دلوقتي وصلت وعملت لهم ترانسفير، لازم تخزنهم في ايه، في ابروبريت ستورج يونت. وذ اكبريت زي ما قلنا تمبريتشر ومودفيكيشن ديفايس. وبيقول لك ان التمبريتشر شود بي ريد ريكومند اوف مينيمم، قلناها كلام الكهرباء مش اي لازمه. بيقول لك بقى ايه، كيبت ان ذا بورتابل فاكسين ريفريجيتور ديورنج وان سايت كلينيك وذا كابريت، كلام كده مش اي لازمه. ماشي. بيقول لك نوم، هنا دي بقى نوم، نو مور ذان وان مالتي دوز فيال اور 10 دوزز شود بي ريموفد ات ا تايم باي ايتش بيرسون ادمنستريتنج فاكسين. يعني ايه الكلمه دي، يعني بيقول لك ما ينفعش لو انت مثلا عندك مالتي دوز فيال، اسحب منها ايه، اسحب منها جرعه للاطفال، الاطفال يعني سنه كده لما يدخل الامصال، تسحب جرعه من المالتي دوز ايه فيال دي جرعه واحده، لكن لو عندك سنجل دوز اسحب منها ايه 10. ماشي. المهمه دي اسحب 10 دوز من سنجل دوز، واسحب 1 مالتي دوز من ايه، من المالتي دوز يعني فيال. خلاص ماشي. طيب بعد كده عندنا فاكسين بقى بريباريشن. بيقول لك ايه، قول لي اوبن سنجل دوز فيال when ready to use، يعني دلوقتي خلاص انت مستعد انك تستخدمه. يبقى يعني الاحسن انك تفتح ايه سنجل دوز فيال لما انت تكون مستعد تدي بتاع. طيب لو انت ما استخدمتوش لا ارميه، discard it at end of work. ماشي. طيب بعد كده بيقول لك في سرنجات معينه سرنجات معينه للمصل، مش تكون زي السرنجات العاديه، عشان السرنجات العاديه دي ممكن فرصه الكونتامينشن فيها بتكون اكتر. فبيقول لك لو المانيفكتشر ده مانيفكتشر فيلد سرنج خلاص بقت مبليه وكده، وهم جايبين معاهم السرنجات دي، اسمها سرنج كاب ريموفد اور نيدل اتاتشد. ماشي. اللي بيستخدمها في الامصال لازم انت تستخدمها، ولو ما استخدمتش برضو ايه ارمي. خلاص. طيب بيقول لك هنا ايه، بيقول لك دونت يوز ايه بقى، دي المهمه بقى، دونت يوز بري درو فاكسين، يعني عبوات متعبيه جاهزه. ليه بقى؟ عشان دي ممكن تزود فرصه الادمنستريشن ايرور او الكونتامينيشن والكلام ده. الاحسن انك تعبي، انك يكون الفاكسين لسه متعبي حالا وانت ايه، وانت بتديه للشخص. عشان كده لو بتلاحظ الممرضات بيروحوا محطين مثلا ايه الفاكسين قدامك في الثلاجه الصغيره اللي معاهم دي، يكون في فاكسينات وبيعبوها كده احسن عشان ما يكونش فيه كونتامينيشن. وبرده البري درو فاكسين ده زي ما ممكن يكون مقصود بيها الحقن العاديه، تمام؟ في حقن معينه دي ما تستخدمهاش، حقن معينه اللي هي تستخدمها اللي انت شايفها دي. ماشي. طيب بيقول لك جنرال يوز ادمنستريشن سرينجز ارنت ارنت فور ستورج. ماشي. يبقى دي هي اللي مقصود، معلش، فوق بري درو فاكسين ما ينفعش تكون متعبيه جاهزه، هنا دي اللي مقصود بيها ايه، مقصود بيها ما ينفعش تستخدم ايه سرنجات عاديه. ماشي ماشي. بعد كده كلام ملوش لازمه. هنتكلم بقى دلوقتي عن ايه، عن الفاكسين ديسبوزال. مش عارف مش عارف عنها بس اكيد هنفهم احنا. بيقول لك كلام مهم جدا بقى، كلام جديد جدا علينا. بيقول لك الان اوبند فيالز واكسبايرد فيالز ان يوزد دوزز اند بوتنشالي كومبريست فاكسين، زي ما كلام مش اي لازمه قلنا قبل كده. ماشي. ما نفتحهاش. بيقول لك نوت ريتينبل اند شود بي ابروبريتلي ديسكاردد، الحاجات اللي مش ما استخدمتهاش ما تستخدمهاش ارميها، لو فتحتها ارميها. حاجه بقى مهمه جدا جدا قلناها وجديده علينا، بيقول لك بقى ايه، contact your immunization program or state environmental agency to ensure that your vaccine disposal procedures and any related documentation comply with. ملوش الكلام مش اي لازمه. ماشي. طيب نخش على بعدها بقى، حاجه اسمها، في حاجه اسمها اكافاكس. الاكافاكس ده مش فاهم منطقه صح ولا غلط، بس المهم يعني الاكافاكس ده عباره عن جهاز فيه كل ايه، فيه كل حاجه الحمد لله، يعني جهاز مهم جدا. بيقول لك ده عباره عن automated vaccine storage، احفظ كده. الاكافاكس ده عباره عن ايه، عن automated vaccine storage. بيعمل ايه، بيعمل بيديك بقى انفنتوري، بيديك اداره التخزين، بيعمل لك ريبورتنج واوردرنج، بيعمل لك الاكيوريت تمبريتشر، بيعمل لك باور باك اب، بيعمل لك ستوك روتيت انستنت انفنتوري. يا بص
جهاز عظمة خلاص. مهم، جهاز مهم، اعرف شكله ماشي. اسمه ايه؟ اكافاكس. ده عباره عن اعرف ان هو اوتوميتد، واعرف ان هو بيديك انفنتوري والكلام ده ماشي. طيب نخش بعد كده بقى على حاجه ايه، ثانيه واحده بسم الله. نخش على ال الفاكسين ادمنستريشن ايرورز. في بقى ايرورز كتير بتحصل مهمه جدا. ايه بقى هي الايرورز دي؟ يقصد تعريفها، بيقول تعريفها مهم، بيقول هي عباره عن ايه، اني بريفنتبل ايفنتس ذات مي كوز يعني اهو ذات مي كوز اور ليد تو ان ابروبريت يوز اوف بيشنت هارم. بديهي حاجه معروفه. such events may be related to ممكن بقى واحد براكتس مش كويس، الايميونيزيشن برودكتس مثلا الفايلز والنيدز مش كويسه، والديسبنسنج مش كويس، والادمنستريشن مش كويس خلاص. بيقول لك في حاجه بقى، يبقى ده كده ايه، ده الفاكسين ايرور. في حاجه تانيه اسمها فاكسين هاف سايد، فاكسين ادفيرس هيلث افكتس، اسمها اي اتش اي اس، فاكسين ادفيرس هيلث، ادفيرس اي هيلث اتش اي اس اللي هي ايفنتس ماشي. دي عباره عن ايه، الدواء له سايد افكتس. فالفاكسين له اي اتش اي اس ادفيرس هيلث افكتس، دي بيكون عباره عن ايه، ممكن مشاكل اللي بتحصل بعد اعطاء الفاكسين للشخص، ودي ممكن ما تكونش متعلقه بالفاكسين، الفاكسين نفسه، ودي بتكون متعلقه بالشخص اللي خد ايه، خد الفاكسين ماشي. يعني بقول لك مي اور مي نوت، يعني ممكن يكون ممكن مشكله في جسم الشخص اللي خد الفاكسين ده. تمام تمام طيب بعد كده بيقول لك بقى ايه، لازم يكون في هاند هايجين، اللي هي دي ثانيه واحده، عشان تتجنب يعني ايه انفكشن كنترول، تتجنب الانفكشن لازم يكون في تنظف ايديك بيفور بريبيرنج فاكسين واثناء اعطاء البيشنت. ولو لو الهاند اصبحت ايه، اصبحت سويل، اصبحت تطبق او بل كده برضه تنظفها. طب الجلافز ممكن ما تستخدمهاش، لكن لو مثلا انت شاكك في واحد جه ياخد فاكسين، واحد معفن او كده، فاستخدم معاه ايه، استخدم معاه الجلافز ماشي. unless the person administrating اهو معفن the vaccine is likely to come into contact with ايه potential infectious. مثلا ايه، جالك بيلعب في الشارع ومش وكده ومبهدل نفسه، او شخص مثلا انت شايك فيه مش نضيفه كده، فاستخدم ايه، استخدم الجلوفز. بس اصلا ممكن ما تستخدمش جلوفز عادي. طيب بيقول لك برضه ممكن تعمل مينتين بروبر انفكشن كنترول وايل بريبيرنج اند ادمنستريتنج ماشي الفاكسين. ازاي بقى؟ انك تعمل درو اب الفاكسين كلين ميديكيشن بريبريشن اريا تمام، في اسبت كونديشن يعني هنعرفها من كمان شويه. الايكوبنت ديسبوزال بقى لازم تعملها في حاجه اسمها بانكتشر، دي مهمه، دي بانكتشر بروف بايو هازارد كونتينر، يعني حاجات زي ما مكتوب كده في العربي. بيقول لك بقى ايه، عن طريق عبوات محكمة الغلق، اسمها بانكتشر بروف بايو هازارد كونتينر، عبوات محكمة الغلق. او بيقول لك ممكن تعمل امبتي اور اكسبيرد فاكسين فيلز ار ميديكال ويست ماشي. يبقى دي الايكويبمنت، ايه ايكويبمنت ديسبوزال، دي حاجه تبع الايكويبمنت، يبقى هيبقى يا اما كونتينر يا اما فيال. الكونتينر حسب بانكتشر بروف بايو هازارد كونتينر، الفيال حاجه اسمها لو حصل له مثلا اكوايرد يبقى ده، حصل له اكسبيرد يبقى ده ويست ماشي. طيب ال injection safety best practice، لازم ايه، بيقول لك لازم تعمل vaccination حاجه بقى septic condition، في septic condition تمام. عن طريق ايه اهي، ثانيه بيقول لك بريبير اند ادمنستري فاكسين يوزنج اسيبتيك تكنيك، يعني استخدم يونيدل او سرنج فور افري انجكشن. كل مريض يديله ايه، مش ما ينفعش نفس السرنج، مريضه في سرنج جديده كل شويه. بيقول لك ديسفكت ذا ميديكيشن فيال باي رابنج. بص يعني، بص كده على الصوره، هتعمل ازاي، هتعمل ازاي، اسمها ايه دي، تعمل ايه، ستاندرديزيشن، تعمل تعقيم، يعني تعمل تعقيم زي الفيال، انك تحط رابر دايفراجم ده ماشي، تحط حاجه رابر كده خلاص. دي المقصود بيها من الهري كتير ده، اللي هي دي ماشي. طيب لو سنجل دوز فيال از ابروفد فور يوز ا سنجل بيشنت فور ا سنجل بروسيدور، او لسه قايلها مكررينها. بيزيرس ليفت اوفر فاكسين، بيقول لك ديسكارد افتر انترنج، يعني انت دلوقتي لو انت مثلا دخلت الفاكسين في ايد، في دراع المريض او في مكان مثلا معين، خلاص ارميه، حتى لو في باقي حبه من الفاكسين ما تدخلهوش تاني، ما ينفعش. وقلنا خلي بالك حته دي اسمها ايه، رابر دايفراجم، دي تكون عارفها، يعني مقصود بها ايه، مقصود بها انك بتعقم الفيال بانك تحط حاجه زي حاجزه كده ماشي تمام. بعد كده بيقول لك في حاجه مالتي، ده لو كان ايه، ده لو كان سنجل، سنجل ايه، سنجل دوز فيال ماشي، سنجل دوز. طب هناخد بقى مالتي دوز بقى فيال. بيقول لك مي بي يوزد مور ذان وانس، قلناها.
كلام مكرر تاني، كلام ملوش اي لازمه، ولا هما بس عاملين يحشوا خلاص. فهنعرف هو مقصود ايه، يعني بيقول لك دبل تشيك ذا اكسبيريشن ديت، تقعد تعمل تشيك اكسبيريشن ديت اند ذا باي اند يوز ديت، ماشي. البي يو دي بيقول لك مره الصبح ومره ايه بالليل، وانت رايح وانت جاي. بيقول لك نمبر اوف دوز انديكيتد ان ذا مانيفاكتشرز باتش انسيرت should be withdrawn from multiple after the maximum number of those billion. تمام تمام كلام مش اي لازمه خالص، كلام مقرر تعرف فيه انك لازم تعمل دبل تشيك الاكسبيريشن ديت والبي يو دي والباي اند يوز ديت. بعد كده لو مثلا مكتوب عدد معين، زي ما قلنا عدد معين من الحاجات على المالتي ديبل دوز، على نوع من الجرعات مالتي ديبل دوز دي، يبقى تسحبه. طب لو لسه في فاكسين في المالتي ديبل دوز، لا حتى لو الاكسبيريشن دي تستمر، حتى لو لسه في فاكسين، حبه فاكسين الباقيين، لو انت سحبت العدد المسموح به المكتوب على المالتيبل دوز في الفيال ده، يبقى خلاص ما تسحبش تاني منه حتى لو الاكسبيريشن دي تستمر، حتى لو لسه في دوزز. بعد كده عندنا بقى ايه، استراتيجيز تو بريفنت فاكسينيشن ايرورز. عايز تمنع فاكسينيشن، ثانيه احطهم في الشاحن بس عشان ما يفصلش الشحن. بيقول لك عايز تمنع الفاكسينيشن ايرورز ازاي. اول حاجه انك تعمل دي حاجة بقى جديدة جدا ومهمة جدا، انك تعمل knowledgeable staff اللي انت تعرفهم وتوعيهم وتكبرهم وتخليهم skills كده ايه validated. بيقول لك بقى new staff orientation annual education. بيقول لك new vaccines are needed، كلام مش اي لازمة، ماشي. خش على بعد، يبقى انت بس ايه انك knowledgeable staff. تمام. بعد كده بقى عندك ايه schedule and timing، دي بقى حاجة ايه جديدة. بيقولك بقى ايه keep current reference materials available for staff including اللي هي recommended childhood and adult schedule minimum age and interval table، ماشي. يبقى دول بتحطهم ايه، المعلومات دي بتحطها في ملف جنب ايه، جنب الريفريجيتور او جنب المكان اللي اتخزن فيه، معلومات عن ال recommended childhood الجرعات بتاعتهم والحد الادنى minimum age and interval table، ماشي. تمام دي كده اول حاجه. تاني حاجة، ثانية واحدة، تاني حاجة بيقول لك educate staff administration organization about vaccine in the facility. educate staff. تالت حاجة schedule immunization. بعدين assess for indicated vaccine using your status immunization. ده كلام مش أي لازمة، تمام. أنت عارف بس إيه، تاني حاجة schedule and timing. schedule and timing. أول حاجة بتعمل knowledgeable staff، بعدين بتعمل schedule and timing، بتعمل timing الجرعات في الجدول وكده، بتحطها جنب الـ refrigerator، بتحتوي على minimum والريكومندد شايلد هود عضلته والكلام ده. تالت حاجه بتعمل ايه لو في رونج فاكسين، بيقول لك ستور سام فاكسينز اون سيبريت سيلفز، يعني حاجه بقى مهمه جدا ومش جديده، البيدياتريك وادلت فورميوليشن اوف ذا سيم فاكسين، تحطها ايه، حط لو مش من شويه لو سيم فاكسين يبقى حطها في رفوف مختلفه، واللي هو ساوند لايك او لوك لايك دول حطهم برضه في رفوف مختلفه، يعني مثلا لو في نفس الاسم والشكل. طيب الليبل فاكسين وست تايب ايج اند جنريت اند جندر اند جندر، اي حاجه يعني. مهم كلر كودنج ليبلز كان هيلب، خلي بالك دي مهمه، ماشي. لو في ليبل فاكسينز ويز تايب، يعني ايه بقى اللي يساعدك كلر ليبل كان هيل، ما لهاش اي لازمه، تعرف اعرف ايه، اعرف الرونج فاكسين، ماشي. بعد كده عندك الاستورج والهاندلنج، كلام بقى مهم جديد جدا. بيقول لك شيك اكسبيريشن ديت ويكلي، وبعدين لو في حاجه اكسبايرد اعمل لها ازاله. بيقول لك ديزيجنيت ا بيرسون تو بي برايمري فاكسين كوردينيتور، كلام مش اي لازمه وكرر قبل كده. بيقول لك بعد كده تشوز ا سكند ستاف ممبر اكت از الترناتيف فاكسين كوردينيتور، اللي هو باك اب كوردينيتور ملوش لازمه. يوز ا كونتينوس تمبريتشر مونيتورنج ديفايس، قلنا اللي هو ايه دي دي ال، دي دي ال هو ديجيتال داتا لوجر. تمام. طيب ما كلام مش اي لازمه وكرر قبل كده، اعرف بس ستورج اند هاندلنج. طيب بعد كده بقى عندك اي حاجه بقى، حاجه مهمه جدا وجديده جدا، اللي هو مونيتور ذا فاكسين ستورج يونت تمبريتشر، اتكلمنا عنها قبل كده مكرره. بعد كده خامس حاجه تيك ايميديت اكشن اند ايزوليت فاكسينز اكسبوز تو امبروبر، ما لناش اسمها اتكلمنا عنها قبل كده. طيب في حاجه بقى ايه الصور دي، طيب تعالى نشوف مع بعض كده، يعني هل ينفع ده، هل ده يجوز مثلا او كده. هو قال لك لا، ليه؟ لان لازم تكون في شقه وان اوتلت، يعني ما ينفعش تكون دي غلط ودي برضو غلط، اتنين اهي. هي الصح ان يكون في شيء فيشه واحده كده زي دي كده، هي في شيء راكبه في البتاع، ولازم يكون جنبها كده حاجه كده انك ايه ما تشيلش الفيشه، حاجه تحذير. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه، تاني صوره ينفع ده، ده ما ينفعش. ليه؟ لان هو انا حاطط لك الفاكسين في باب التلاجة، هو ما ينفعش تحط في الباب ابدا، وحاطط لك اكل وحاجات زي كده، وحاطط لك كرتونه اهي، دي كرتونه دي بتبوظ لك الحراره، فما ينفعش. طيب تالت شكل معانا هنا، بيقول لك
احنا قلنا في الريفريجيتور بتحط ووتر بوتلز ان في الثلاجه اند فروزن ووتر بوتلز في الفريزر عشان تحافظ على التمبريتشر، تمام. طيب بيقول لك الفود بروسيسور ما ينفعش تستخدمها، ما ينفعش تستخدم طعام والحاجات دي. حاجه بقى جديده ومهمه جدا ما اتقالتش قبل كده، انك لو عندك بيولوجيكال سامبلز لازم تحطها تحت الامصال مش فوقها، بيلو بيلو بس كده. وهي محاضره فعلا مهمه جدا وتستاهل تركيز قوي. وان شاء الله ربنا يوفقنا، والسلام. ربنا يوفقنا، والسلام عليكم.